نور الدين بغداد، مسؤول عن قسم التواصل بالنادي الملكي لكرة المضرب. كما هو معلوم فقد أجريت اليوم قرعة الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني لكرة المضرب، والقرعة كانت شوية صعبة بالنسبة للاعبي المغاربة، لأن هذه السنة كانت سنة يعني مغايرة على السنوات الماضية، لأن جميع البطاقة الدعوة تعطوا للاعبين المغاربة، ثلاثة كاينين في الصبورة النهائية وثلاثة كاينين في الصبورة ديال الإقصائيات لكاليف. بالنسبة للصبورة النهائية دونك لو تابلو تأغيتا توتالوغ، وحنا دابا عرفنا اللعابه المغاربه مع من غيلعبوا. بالنسبه لادم مندير فهو غادي ينتظر ان كاليفيي اللي غيطلع باش يعرف شكون هو الخصم نتاعو. بالنسبه للعلامي يونس غادي يلعب الكسندر بوبيرين اوستراليا اللي كيبقى ان جوور تري دور تري ديفيسيل معروف، مي بوكوا با. دونك بالنسبه للعلامي ان ريان ا بيردر، عنده اون اوكازيون باش يبين اللي عنده، que du bonus pour lui, il a rien à perdre comme j'ai dit. Au Bensbel Elliot Benchtrit comme par hasard, Elliot l'ami fait le pauvre quand t'as allé non quand t'as allé Félix Auger Aliassime qui était tête série ou a de taf un joueur qui est très difficile qui est l'espagnol John Munar. Ou John Munar il a appelé tout ou a de le joueur qui est sorti Alexander Zverev il y a 3 ans. وبالرجوع بالنسبه للنادي الملكي، كيف غادي تلاحظوا فالنادي الملكي الان تغير، فهو بحله جديده مغاير بتاتا للسنوات اللي فاتوا، فكل شيء تخدع بعين الاعتبار. النادي تعاود افلام بون نف، كل شيء تعاود، لي غرياج لي تيران لي تيران، درنا ابيل ا دي بروفيسيونيل اللي جاوا الحمد لله، ماشي كلش عندنا مشكل بالنسبه مع لي سوبرفيزور، مي لاحظوا شنو الملاحظه، لي تيران مزيانين. كي قلت لك الصباغه تعاودات. بالنسبه للون فبدلنا اللون، كنا مشينا على اللون الازرق هذه السنه فمشينا على اللون الاحمر، اللون الاحمر اللي كيرمز لهاد المدينه و تري جولي. فالحمد لله حتى بالنسبه لو سوبرفيزور توت الوغ انا حضرت في لو تيراج او سور، والكلمه الاولى ديالو باش بدا بالشكر الجزيل لهاد الكلوب والامتنان ديالو للكلوب، وعجبو الكلوب، اي تري تري كونتون ديال لو سيت، سي اون تري تري بون شوز، والحمد لله. اي شنو بو دير كو فيف لو رويال تينس كلوب دو مراكش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.